بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع أغني ملف تعلمي أبحث عن واحد مما يأتي وأضمنه ملف تعلمي. معلومات مبسطة عن جمعية أصدقاء الكفيف، عباقرة فقدوا نعمة البصر وكانوا مبدعين. ما أراه من آثار التقنية النافعة في الأماكن الآتية: المنزل، المدرسة، الطريقة. أنا حليتهم لكم الثلاث، واللي تحبوه خذوه. كل واحد يختار الموضوع اللي هو عاوزه، واللي عاوزه الثلاثة موجودين. أول حاجة معلومات مبسطة عن جمعية أصدقاء الكفيف: تزويد المكفوفين بالوسائل المطبوعة بطريقة برايل، المساعدة على تأمين مصدر دخل للمكفوفين وعائلتهم المحتاجة، المساهمة في دمج المكفوفين بالمجتمع، الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من وسائل وبرامج المعوقين بصريا وتوظيفها في خدمتهم، توفير فرص التعليم ومحو الأمنية للمكفوفين وضعاف البصر. سادس نقطة: نشر الوعي حول الإعاقة البصرية وآلية التعامل معه. ممكن تصوروها وتبعتوها للمعلم أو المعلمة. يبقى أنت كده خلصت له الموضوع. واللي عاوز يكتبها ويزخرفها كده في مطوية ويبقى معاه يبقى ممتاز. يبقى ده أول نقطة اللي هي معلومات مبسطة عن جمعية أصدقاء الكفيف. قالوا إن الجمعية دي ضربوا بيها مثال في قلقيلية في فلسطين، ولكن هي موجودة في كثير من بلاد العالم، فلذلك أنا ما أتيتش بقلقيلية وقلت أي جمعية للمكفوفين بتشتغل على النقاط الستة دول. تمام، نروح للنقطة اللي بعدها. نروح للنقطة اللي بعدها: أسماء عباقرة فقدوا نعمة البصر وكانوا مبدعين. في ألف واو الجماعة ما ننساهوش، فقدوا كانوا. زي مين بقى؟ زي هوميروس كان شاعر إغريقي، زي بشار بن برد شاعر عربي، زي أبو العلاء المعري شاعر عربي، زي طه حسين أديب مصري، وهو عميد الأدب العربي. عميد الأدب العربي. إيلين كيلر أديبة أمريكية. الشيخ عبد العزيز بن باز عالم سعودي. عبد الحميد كشك داعية مصري. نرير بن السمة شاعر وفارس. خلاصهم هيموريس شاعر إغريق. خلاص اللي بعدهم دول. طبعا في بقى موسيقار ومغني ما رضيتش اجيبهم لكم بصراحة، زي عمار الشريعة وما اعرفش وكده، ما مش قدوات يعني، في مغنيين وملحنين وكلام فارغ، لكن الشعراء والأدباء والدعاة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الحميد كشك، نريد بن السمة شاعر وفارس، دولة اللي يستحقكم ان نتكلم ايه عنه.
اللي بعد كده الموضوع الثالث، أذكر ما أراه من آثار التقنية النافعة في الأماكن التالية: المنزل، المدرسة، الطريق، المستشفى. المنزل أصغرها شوية تشوفوها، زي التلفاز، الحاسوب، الهاتف، الغسالة الأوتوماتيكية، الخلاط، المكواة، المكنسة، الجوال، السخان، البوتاجاز، الثلاجة، المروحة، المصابيح الكهربائية، حاجات كل الأشياء التي تحيط بنا هذه من آثار التقنية. ده أول نقطة، المنزل. خلاص عشان نروح للي بعده، ما اطولش عليكم، ارجو الا تقلوا علي باللايك والدعاء والاشتراك في القناه. قناه عليها من الصف الاول للسادس، عنده قريب او صديق او زميل يرسل لي القناه، ارجو دعمي لاصل الى 100,000 مشترك بجهودكم ان شاء الله. المدرسه بقى بعد البيت، مثل الحواسب، اجهزه العرض الضوئيه، السبورة الذكية، المكيفات، المصابيح الكهربائية، كشافات الإضاءة اللي بتكون في الساحة، مكبرات الصوت اللي احنا بنستخدمها في الإذاعة، الكتب المطبوعة دي بسبب التقنية، الآلة الحاسبة اللي انت بتستخدمها أو اللي بيستخدمها الناس عشان يحسبوا عليها، حتى الأقلام دي من آثار التقنية، القلم اللي بتستخدمه سواء رصاص أو المقلمة أو الحقيبة، كل دي حاجات حديثة بسبب التقنية. بعد كده الطريق، شوف ايه، لوحات الإعلانات الإلكترونية، الإشارات المرورية الرقمية، والإضاءة المبتكرة لواجهات المحلات التجارية، كاميرات ساحر لتصوير المخالفين للسرعة والحزام طبعا، والجوال معاهم، السيارات الحديثة المتنوعة، هذه من آثار التقنية، الدراجات البخارية السريعة، هذه من آثار التقنية، كل ده بشوفه في الطريق وأنا ماشي. آخر حاجة في المستشفى، مثل أجهزة الأشعة، التحاليل الطبية، ورسم القلب، كل دي أجهزة، سماعة الطبيب، جهاز قياس ضغط الدم، وجهاز قياس السكر، وجهاز المنظار، وأجهزة تنظيف الأسنان وحشوها، وأجهزة تصحيح النظر، والميزان اللي بنتوزن عليه عشان نشوف احنا كم كيلو، والترمومتر اللي بيقيس درجة الحرارة، كل الحاجات دي أجهزة، ترمومتر، الميزان، أجهزة الأشعة، أجهزة رسم القلب، سماعة الطبيب، قياس ضغط الدم، جهاز قياس السكر، المنظار،
أجهزة تنظيف الأسنان وحشوها، وأجهزة تصحيح النظر. في الختام أرجو ألا تبخلوا علي باللايك والدعاء والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.